السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا للأوبريتورز. الأوبريتورز هي العمليات اللي ممكن تقوم بها في داخل السي شارب. طبعا السي شارب هو يعتبر من السي ستايل لانجويج، بمعنى أنه الأوبريتورز اللي موجودة بالسي ستايل هي تطبق بالسي شارب، لكن عدا بعض الأجزاء الاختلاف البسيط يعني ممكن يكون حسب اللغة. عندك الأرثمتيك أوبريتور اللي هو الزائد الناقص الضرب التقسيم والنسبة الباقية أو القيمة الباقية من تقسيم. فعندنا الزائد إذا نريد نجمع رقمين، على سبيل المثال 3 زائدا 2 يساوي 5، أو نريد نعمل ناقص فهو بهذا الشكل، ناقص 3 ناقص 2 يساوي 1. عملية الضرب 3 في، نستخدم الأستريك اللي هو الشيفت 8 في الكيبورد، اللي هو 3 في 2 يساوي 6. وعندنا التقسيم الديفيجن اللي هو 3 تقسيم 2 اللي هو هذا الشخط اللي مايل على الجهة اليمين يساوي 1. وعندك الماجل أو اللي يسمونه بالريمايندر يعني المتبقي من القسمة، يعني 3 تقسيم أو 10 تقسيم 3 1. ليش؟ لأن 3 في 3 9 زائدا 1 10، فيقول لك أنه أنت 10 تقسيم 3 فراح يطلع نتيجة خلينا نقول 3 فاصلة قيمة معينة. فشي يسوي؟ يقربه، يقول لك أنه 9 3 في 3 9 يبقى 1، فلهذا طلع لك هنا رقم 1. فعندك هذه هي الارثمتيك اوبريتورز اللي موجوده في السي شارب، وراح نجي نستخدمها ونشوف كيف نطبقها في السي شارب. خليها في بالك هذه الاكزامبلز. عندنا ايضا الاونري اوبريتورز. الاونري اوبريتورز هي الانكريمنت والديكريمنت، اضافه زياده ونقصان. يعني انت عندك زائد زائد يعني جاي تضيفه بقيمه واحد، يعني مثلا نقول زائد زائد واحد معناته نتيجه 2، زائد زائد 2 معناته النتيجة 3، يعني ما تقول زائد زائد كأنما تضيف على القيمة 1. الناقص ناقص عكس، يعني من أقول ناقص ناقص 2 راح يكون 1، ناقص ناقص 3 راح يكون 2، يعني تنقص من القيمة 1. عندك النيجيشن اللي هي شنو؟ يرجع لك عكس القيمة للفاليو، يعني مثلا الأوبوزيت فاليو النيجاتيف مالته أوبيراند، تمام؟ هذه ايضا عندك موجوده بالاونري اوبريتنج. زين، وفي عندك ممكن تستخدم معاها خلينا نقول الزائد يساوي، في عندك هنا ايضا ما ذاكرينه اللي هو الزائد، مو زائد زائد، زائد يساوي. الزائد يساوي هي ايضا نفس فكره الزائد زائد، نفس الفكره انه انت تضيف له قيمه معينه. طبعا تقدر تحدد القيمه سواء كان 1 او كان 5 او كان 10 او كان 11، هذا يبقى يمك. وايضا عندك مثلا الناقص يساوي انه انت جاي تطرح من القيمه اللي جاي تريد تعين لها، يعني مثلا نقول خلينا نقول مثلا من اقول الفاليو ناقص يساوي 5، هالشكل انت جاي تطرح من عنده قبل لا تجي تعمل له assignment. طبعا ممكن الكلام شوي يكون غريب او مداخل للعقل بشكل خلينا نقول واضح، هذا راح نطبقه احنا بالمثال حتى يكون عندك واضح 100%. في عندك ايضا اللوجيك، اللوجيك اوبريتورز اللي هو اكبر من او اكبر ويساوي، عندك اصغر من، عندك اصغر ويساوي، وعندك يساوي يساوي، لان انت تعرف اليساوي الواحده هي assignment، يعني انت تعين هاي القيمه، يعني تقول له x يساوي 10 معناته x صار 10، بس من تقول x يساوي يساوي 10 يعني هل x قيمتها تساوي 10؟ وعندك النفي مالته is not equal اللي هو علامه التعجب ويساوي، علامه التعجب ويساوي كانما تقول x is not 10 يعني قيمه x لا تساوي 10 مثلا. فعندك ايضا هنا بالبلس بلس بالماينس ماينس في عندك فد نوع المصطلحين اللي احنا نسميهم بالبريفكس والبوستفكس. البريفكس قصدنا بها شنو؟ انه قبل، والبوستفكس اللي هي البعد. يعني مثلا اذا احنا جينا قلنا زائد زائد، خلينا نقول مثلا قلنا انه 1 زائد زائد، اذا خلينا القيمة قبل او المتغير قبل الزائد زائد، واذا خلينا المتغير بعد الزائد زائد، اذا خلينا المتغير قبل الناقص ناقص، واذا خلينا المتغير بعد الناقص ناقص. زين، ايش راح يكون التاثير؟ فاذا عندك مثلا فت قيمه اللي هي خلينا نقول 40 او 50 او خلينا نقول 2، رقم 2 او 10 اي رقم انت تختاره. فاذا قلت 10 10 زائد زائد النتيجه راح تظهر لي 10. طيب انا قلت له زائد زائد، ليش؟ لان انت
أول شيء تظهر النتيجة، بعدين يضيف لها واحد الكومبايلر. فلذلك لما تيجي تقول له مثلا x زائد زائد والx كان قيمتها مثلا 10، فأنت من تيجي تعملها console write تريد تظهرها للCMD راح يطلع لك 10. طيب ليش؟ لعد أنا عملت له زائد زائد. نعم الكومبايل راح يظهرها لك بعدين يجي يعمل عملية الجمع. بينما لما أجي أقول زائد زائد x زائد زائد x والx قيمته 10، فالكومبايلر راح يطبع لك 11. طيب ليش؟ لأن راح يجي يعمل أول شيء عملية الجمع بعدين يظهر النتيجة. فانتبه لما يكون زائد زائد، خلينا نقول قبل المتغير أو بعد المتغير. قبل المتغير إذا كان الزائد زائد قبل المتغير فراح يجمعها الكومبايلر وينطيك النتيجة. إذا كان الزائد زائد بعد المتغير فبالحالة راح يظهر لك النتيجة بعدين يجي يعمل العملية الحسابية مالته. هذا اللي احنا نسميها بالبريفكس والبوستفكس، وهذا ينطبق الكلام على الزائد زائد وعلى الناقص ناقص، ويبقى عليك انت تختار يا عملية تريد تنفذها. فإذا اجينا احنا هنا على سبيل المثال نريد نطبقها، فنقدر هنا نجي نقول له new project ونسميها بالoperators، نختار هنا الكونسول اب اند operators ونقول create. العمليات الحسابية سهلة تكون إذا قلنا هنا أنا مثلا init num1 يساوي 10 فارزة منقطة، init num2 يساوي 5 أو 4 فارزة منقطة. زين كيف راح أجي أعمل عمليات الحسابية؟ فأقدر هنا الكونسول أطبعها أكثر من مرة، Ctrl C Ctrl V Ctrl V، أربع عمليات حسابية أنا عندي، الخامس هو الماجول. فهنا أنا إذا قلنا له على سبيل المثال addition أو add مثلا، هنا عملية الناقص اللي هو الصب، هنا عملية الضرب multi، هنا عملية التقسيم division div، وهنا أنا الماجول الباقي. فأنطي space أنطي space 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 space، وطبعا تقدر تكتب هنا يساوي 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 يساوي، هاي string لأنه ما راح يأثر بالنتيجة، هي مجرد كتابة تعتبر. طيب كيف أجي أعمل عملية الجمع؟ طبعا أجي أقول له زائد مثلا، هنا أنا زائد مثلا، هنا زائد مثلا زائد، وهنا أيضا زائد. أقدر أعمل متغير لكل حالة من الحالات وأجي أذكره هنا، أو أقدر رأساً هنا أنا أذكرها بكيفك أنت. يعني مثلاً ممكن تقول هنا init sum يساوي num1 زائداً num2، هذه الطريقة هاي عملية الجمع. زين num1 هذا ما عاملين num، num1 num أش صار num1 زائداً num2 بس هلقيت. فالسم تجي مثلاً تضيفه هنا اللي هو عملية الأد، أو تقدر هنا لاحظ انت حاط زائد فراح تجي تعمل قوسين اخرين. ليش؟ القوسين راح يجي ينفذ العملية في داخل القوسين اولا، بعدين يجي ينظر خارج القوس ويقوم بالعملية المطلوبة. فلذلك نحصرها بين قوسين، على سبيل المثال نقول له num1 ناقصا num2. فهالشكل ايش راح يعمل السي شارب كومبايلر؟ الكومبايلر راح يجي يشوف هذا قوسين يقول لحظة، أول شيء خلي أنهي هذه العملية في داخل هالقوسين، والنتيجة مالته أجي مثلا أشوف هنا شنو يريد، مثلا جمعة مع سترينج خلاص. فتقدر هالطريقة تتبع، وتقدر لا الطريقة الأولى مثلا هنا تجي تعمل لك متغير وتضيف حالة الجمع الضرب وإلى آخر من الأمور. فخلينا نجينا what happened، نجي هنا مثلا هنا أيضا Ctrl V Ctrl V، فهنا multiplication قلنا shift 8 اللي هو يجي يعملنا علامة النجمة، والتقسيم يكون بهذا الشكل، والماجول اللي هي النسبة المئوية بهذه الصورة. فإذا جيت الآن عملت run راح نشوف النتائج. لاحظ هنا عندي الاد 14، 10 زائدا 4 14 صح، عندي 10 ناقصا 4 6، عندي 10 في 4 40، 10 عندك هنا division division، لاحظ 10 تقسيم 10 تقسيم 4 انطاك 2. يمكن شوية تستغرب تقول لحظة محمد شلون انطاني 2،
هذا مو خمسة، لأن أنت منطي انتجر، فنتيجتك تكون انتجر ما ينطيك إياها قيم، خلينا نقول كسرية. فهنا أنت راح تسأل طيب ليش انطاني إياها 2 10 تقسيم 4؟ لأنه أنت منطيهم انتجر. خلينا نجي نجرب نعملها دبل دبل، وأيضا الأسفل راح أعملها not like this double، والأسفل أيضا راح أعملها double، والصم أيضا لازم تعملها double. فبهالحالة خلينا نجي نشوف النتيجة كيف راح تكون، لأن بالانتجر ما راح تظهر، أنت من تجي تجمع قيمتين it's okay ما عندك مشكلة، بس بالتقسيم لاحظ هنا ظهر عندك بشكل صحيح. ناقل لك بالديفيجن بالتقسيم 2.5، جميل جدا ما عندك أي مشكلة 2.5. عندك الماجل ظهر لك 2، ليش؟ لأن 4 في 2 ايش قد راح يطلع؟ 6. اوكي عفوا، 4 في 2 راح يكون عندك 8، 8 زائد 2 10، فلذلك يقول لك المتبقي هو 2. المتبقي هو 2. لو اجي هذا مثلا اعمله 5 على سبيل المثال، واجي اعمل رن من جديد، فهنا انا اجي اشوف شنو النتيجه مالتي. طبعا هنا انا خلينا نغلقها، نجي مرة أخرى نعمل الران. لاحظ هنا أنا عندي الآد الجمع 15، لأن 10 زائد 5، الطرح 5، 10 ناقص 5 5، الضرب 50. لاحظ الديفيجن 2، لأن 10 تقسيم 5 2. شوف الباقي 0، ليش؟ لأن 10 تقسيم 5 2، خلاص ما عندك باقي، ما عندك أجزاء أعشار. فهنا انت عندك بالدبل راح يظهر بشكل واضح الحالات العمليه. طبعا هاي مو معناته انه ما تقدر تعمل بالانتجر، تقدر تعمل بالانتجر، بس مثل ما قلنا بالانتجر عندك التقسيم والماجر راح يتاثرون. خلي في بالك اذا انت ما تريد اعشار خلاص تقدر تتبع مع الانتجر، يعني مش مهم عندك الاعشار، مش مهم عندك ما بعد الصفر قديش راح يكون القيمه، خلاص استخدم انت. بس اذا كان عندك مهم جدا القيم الكسريه، لان هي تاثر على النتائج، إذا كان تشتغل على مشروع يعتمد على نتائج دقيقة، فبالحالة لازم تستخدم هنا دبل. خلي في بالك في موضوع الـ HR، مالية، فلوس، رواتب، هذه عندك الأرقام جدا مهمة، جدا جدا أعشار بال يعني فاصلة صفر 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 واحد، هذا أيضا لا تهمله، لا تهمله، لا دخلها بالعمليات الحسابية، بالمواضيع التحويل المالي، البنك المصرفي، وهاي الأرقام جدا جدا مهمة. بس إذا كان عندك تطبيق بسيط ما بيها ذاك خلينا نقول ما بيها ذاك الأرقام بها اهتمام كبير، نعم ممكن أنه أنت تتبعها بأي صيغة أنت تشوفها مناسبة. لهنا احنا وصلنا لنهاية المحاضرة، نلتقي وياكم بالدرس القادم، مع السلامة.